Thank you.
كيف يروح لهذاك القادم من عويني، من عويني ينفع ممتاز جدا ينفع. أصلاف عشرة، أصلاف عشرة للمنتخب الحمراء والمنتخب الوطن التركي. عانى طوال الشوطين من غير قائد الفريق وكان على اللعب ايضا الفريق لكن مجمد ويرجع حتى الحين. فمن عويني يرجع المنتخب بطرح كمال العلويني قوية جدا ممتازة ورائعة من كمال العلويني. الهدف الثاني على التوالي ممتازة جدا من ايمن كمال المنتخب التونسي يدخل في ملعبه في المباراة. باراتشي ميسي لكن ما فيش محاولة المرور، الدفاع متماسك جيدا ممتازة جدا من كمال العلويني. يتدخل ويحاول باراتشي ان يؤثر على الانتاج 33 23 وهذا هذه نتيجة مصلحة الثانوي. وبغد بسرعة كبيرة لأن علويني مرة أخرى وبغد روسيا بيلاروسيا البرازيل منتخب روسيا كمال علويني ونيس محمود يرفع ممتاز مرة أخرى
ايمن حماد التويتي اليوم نشوف كيف شركة التويتي بركة على مستوى الجناح وصرح العرض مبروك على الوجه الثاني المنتخب خاصة اللي كنت على مستوى تنظيم اللعب. والله قبل كل شيء البطولة هذه معناتها نتاع التورنوا دي كات ناسيون تسلنا به البارح واليوم تعرف مباراة الهري ريفونش ضد منتخب برازيل اللي كان انتصر علينا في مونديال اسبانيا. المردود متحسن من مباراة لمباراة. اليوم ما نجمش نقول لك ما لعبناش بكدا، لعبنا اما ضيعنا برشا معناتها ضد الحارس معناتها وجه لوجه تتتيف يعنى ياسر. معناتها المفيد به قاعدين نحضروا الكاس افريقيا احنا اكرت معناتها ذري هذا احسن تحضير الكاس افريقيا في الجزائر. ان شاء الله ربي معانا وان شاء الله نزيدوا نتحسنوا من مباراه لمباراه ان شاء الله. فهمت عليه الشريف تصبحون على خير.